لنا شهرين بنسأل سؤال، هو الترم التاني جاي ولا مش جاي؟ ولادنا هيحضروا في المدارس ولا مش هيحضروا؟ كان في شك ان الترم الاولاني يكمل، الترم الاولاني كمل، ودينا داخلين الترم التاني حضوريا. مازال العام الدراسي مستمر، الامتحانات اتعملت والشهادات اتعملت وسنة رابعة اتعملت وكل شيء اتعمل، ويبدو ان احنا كمان داخلين حضوريا الترم الثاني عادي جدا. الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا عمرو، اهلا وسهلا. اخبار الترم الثاني ايه؟ والله الدراسة الحمد لله منتظمة، وبكرة العام الدراسي يستكمل الترم الثاني يعني في المدارس وفي الجامعات، وده أكدنا عليه كتير. وطبعا يعني يا ريت الناس تطمئن من موضوع الإجراءات الاحترازية، بنتعامل بيه زي ما عملنا في الترم الأول، وإن شاء الله الأمور تمشي بانتظام ونكمل العام زي ما عملنا الترم الأول. الترم الثاني أقصر شوية كمان عشان في الامتحانات العامة في الآخر وكده، فإن شاء الله نستكمله على خير. هل هيكون في تخفيف للمناهج؟ تعرف كل سنة دايما لازم نسأل السؤال الموسمي ده. الإجابة لا، المناهج كما هي، ومفروض السؤال الموسمي يتحول إلى يعني دي الخدمة الوحيدة اللي الناس تطلب فيها أقل مش أكتر. تعرف احنا بنطلب أكتر في كل حاجة إلا في التعليم، للأسف نطلب أقل. المناهج عمرك وحضرتك عارف طبعا مبنية على بعض، ومن مصلحة الولاد الأكيدة هي استكمال المناهج، ما ينفعش نقلل في اللغات وفي الرياضيات وفي العلوم، لأن كل حاجة مبنية على بعدها. وبالتالي إذا كنا عاوزين نعمل عمل جيد لازم نستكملها، فإحنا بنبذل قصارى جهدنا لإعطائهم الجرعة المطلوبة. إن شاء الله يعني إن شاء الله نحقق ده بإذن الله.